بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهني جميع أعضاء جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار والشعب الليبي كافة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. عاد الله علينا على الأمة الإسلامية بالأمن والبركات. اليوم ثاني يوم أيام عيد الفطر المبارك، طبعا متابعة الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الجهاز لتأمين الوفود السياحية وزوارنا الأكارم في منطقة جبل الأخضر. الأمور طيبة والحمد لله، نتمنى إقامة طيبة لجميع الزوار والضيوف، وكل سنة وأنتم طيبين. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الصفة العقيد خالد عيسى عبد الجواد من جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار. طبعا أولا أتقدم بالتهاني للشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وإلى جميع زملائي في الجهاز. طبعا احنا حاليا متواجد في القرية السياحية سوسة، وتنفيذا للخطة الأمنية المعدة بخصوص عيد الفطر المبارك، يعني سواء في المكتب السياحي الشرطة السياحية سوسة أو في المنطقة الأثرية، فالشرطة السياحية قائمة بعملها وقائمة بالتأمين، وإن شاء الله يعني الأمور طيبة كل عام والجميع بألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ملازم أول هيثم سعد محمد مجاحة رئيس مكتب الشرطة السياحية وحماية الآثار سوسة. نحب نهني الشعب الليبي بعيد الفطر المبارك، عاد الله علينا وعليكم بالمن والبركات. نقوم بتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة من قبل السيد علي الأستاذ فوزي عبد المنيس رئيس فرع الجبل الأخضر الشرطة السياحية وحماية الآثار، وذلك لتسهيل الحركة أمام الزوار والسياح بالمنطقة الأثرية سوسة والقرية السياحية سوسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.